تحت هول الصدمة ودعت بلدة تورا قضاء صور ضحيتي العنف الأسري سميرة شور وابنتها ناريمان اللتين قتلتا على يد رب المنزل محمود شور في منزلهم في جنيتا وانتحرا بعدها. ولأن محمود اختار وضع حد لحياة زوجته وابنته فقد اختار أبناؤه الأربعة فصلهم في الآخرة، فورياتا في ثرى تورا بلدة الوالدة. أما القاتل فشيع مساء أمس في بلدته جنيتا قبل وصول أبنائه من المهجر بناء على طلبهم.